طبعا يعني تشكيل النادي الاهلي النهارده واضح كده، ان اتوقع برضو ان احمد فتحي ممكن يكون مساك جنب رامي ربيعه، ومحمد هاني باك يمين، وايمن اشرف باك شمال. طبعا في غيابات كتير في النادي الاهلي، سواء للايقاف او سواء للراحه، عشان طبعا هم راجعين من فتره ضغط كبير جدا يا كابتن اسلام على لاعبي النادي الاهلي. طبعا يمكن هم رجعوا يوم من الرحله بتاعه جنوب افريقيا، رجعوا يوم الاثنين فجر الصبح، الاثنين الاثنين الصبح، واخدوا تمرين يوم الثلاث، والنهارده الاربع بنلعب مباراه سموحه. ولكن ده دايما قدر النادي الاهلي وقدر لعيبه النادي الاهلي، واحنا املنا كبير باذن الله ان احنا يعني النهارده باذن الله كمان نواصل الفوز باذن الله. بالتاكيد هو بيريح يعني ياسر ابراهيم مش موجود، محمود متولي مش موجود، فبيدخل احمد فتحي كقلب دفاع كده، يبقى بيلعب في كل المراكز احمد فتحي، يعني يمين شمال، حتى لو هو باك ليفت مش في مركزه برضه بيلعب في كل المراكز. احمد فتحي مدخله جنب رامي ربيعه، ايمن خلي بالك اشرف، النهارده لا ممكن احمد فتحي يلعب باك رايت وهاني اللي يلعب مساك جنب رامي ربيعه وايمن اشرف باك ليفت، بس في التمرين يعني الرباعي، الاخيره عشان كده انا قلت الرباعي هم يعني واخترح زي ما انتم عايزين. بس في التمرين الاخيره كان احمد فتحي مساك يعني احمد فتحي جنب رامي ربيعه وهاني باك رايت، ايمن اشرف طبعا لاراحه علي معلول. فالنهارده انت بتريح علي معلول، ديانجو والسوليه، الاثنين دول احنا برضو محتاجين الفتره الجايه ان شاء الله مع تواصل المكسب ان انت تريح حد فيهم بقى، لان الاثنين دول العمود الفقري في وسط الملعب، وكمان يعني من اهم اثنين لعيبه حاليا في الخط الوسط، بيدوك وسط ملعب مميز جدا في بطوله افريقيا تحديدا. فالفتره الجايه برضو هيبقى مهم جدا اراحه واحد فيهم، بعد كده الثاني يريح في الماتش اللي بعده وهكذا. احمد الشيخ بيرجع النهارده كجناح يمين، حسين الشحات النهارده ان شاء الله يسجل ويستعيد الفورمه التهديفيه بتاعته، محمد مجدي قفشه ما كانش موجود في مباراه سان داونز الاخيره، يعني ما بداش ولا اللعب اصلا في المباراه، فالنهارده برده بيبدا، مروان محسن ما لعبش، ففي بعض اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب، يعني ما كانش بيلعب مثلا في اخر مباراه احمد الشيخ قفشه ما شاركوش خالص، مروان محسن دول ما شاركوش يعني، اما ايمن اشرف وحسين الشحات دخلوا كبودله، لكن اللي لعبوا ديانج والسوليه والشناوي وفتحي وربيعه، يعني 1 2 3 4 5 خمس لعيبه يعتبروا من التشكيله، والباقي طبعا متغير. فهو النهارده بيعمل عمليه الروتيشن، مهم جدا برضو ان انت تواصل المكسب، عندك برضو ارقام مهمه ان انت تكسر ان شاء الله يعني تعادل رقم مانويل جوزيه، لو كسبت النهارده تواصل الفوز بتقترب من الدوري بشكل اقوى يعني بشكل اكبر واكبر، دي حاجه مهمه جدا بتكسر عزيمه المنافس، وفي نفس الوقت برضو عشان زي ما قلت لحضرتك ان انت تعمل عمليه الراحه للعيبه، دي حاجه مهمه جدا ان انت تحافظ على اللعيبه، تمنع الاصابات، خاصه ان احنا راجعين من رحله كبيره جدا. فده تفكير طيب. فايلر في التشكيل يعني. خلينا بقى نروح للمقارنات او نبدا باولى المقارنات، كابتن حماده صدقي المدير الفني لنادي سموحه ومستر ريني فايلر المدير الفني لنادي الاهلي. طبعا يمكن ريني فايلر في السن طبعا 46 سنه، كابتن حماده صدقي 58 سنه، فطبعا الفرق السن كابتن حماده اكبر. تولي المهمه ريني فايلر متولي المهمه من 31/8/2019 من بدايه الموسم، كابتن حماده ماسك سموحه من 13 يناير 2020. لعب فايلر في الدوري 16 مباراة كسب ال 16 طبعا باحتساب نتيجة نادي الزمالك اللي هو نادي الزمالك انسحب فيها او ما جاش المباراة يعني. احرز اهداف النادي الاهلي 45 هدف في 16 مباراة بمعدل هدف 2.8 من 10 هدف لكل دقيقة، ده برضو رقم كويس جدا للنادي الاهلي ان انت مسجل 45 هدف في 16 كل 90 دقيقة في كل 90 دقيقة هدف، كل 90 دقيقة يعني هدف في المباراة الواحدة، المعدل 2.8 يعني أكتر من هدفين ونص. أما سموحة مع كابتن حمادة صدقي ليهم أرقام مميزة برضو، يمكن هم لعبوا أربع مباريات ما خسروش ولا ماتش مع كابتن حمادة صدقي، كسبوا واحد وتعادلوا ثلاثة. نيجي برضو للأهداف، هم مسجلين هدف في كل مباراة، مسجلين أربع أهداف في أربع مباريات مع كابتن حمادة، هدف في كل مباراة، دليل إن هم برضو عندهم قوة هجومية تحترم. اما المباريات اللي سجل فيها اهداف النادي الاهلي سجل في 16 مباراه، 16 اللي اتلعبوا في الدوري ولا مباراه ما سجلش فيها ولا هدف. اما سموحه مع كابتن حماده مسجل برده في الاربع مباريات 4 من 4، وده بياكد القوه الهجوميه اللي عندهم. دخلت شباكه اهداف النادي الاهلي، دخلت شباكه 3 اهداف في الموسم في 16 مباراه، الشباك النظيفه 13 مباراه من 16. اما الناحيه الثانيه كابتن حماده صدقي دخلت شباكه اهداف 3 والشباك النظيفه مباراه من 4 مباريات عند كابتن حماده صدقي. يمكن النهارده يا كابتن اسلام انا بشوف يعني ان المباراه صعبه مش سهله برده، خاصه ان انت راجع من تتابع جاي من سفريه طويله جدا. كمان في حاجه مهمه جدا ان فريق سموحه فريق عنده شخصيه. يعني ايه فريق عنده شخصيه؟ هقول لحضرتك على رقم مهم جدا جدا جدا، يمكن مش كتير هياخدوا بالهم من الرقم ده ولكن هو اهم ارقام سموحه من وجهه نظري. سموحه تاني اقل فريق في الدوري خساره متساوي مع نادي الزمالك، 3 هزايم فقط. يعني النادي الاهلي طبعا ما خسرش ولا ماتش،
تاني نادي اقل فريق خسر في الدوري سموحه، ده بياكد ان الفريق ده عنده شخصيه، سواء بقى شخصيه النادي او شخصيه المدرب، تحديدا برضو شخصيه كابتن حماده صدقي. ليه؟ كابتن حماده صدقي درب نادي سموحه في 4 ماتشات، الاربع ماتشات منهم 3 ماتشات اتاخروا في النتيجه ورجعوا. يعني مثلا والثلاث ماتشات قدام مين؟ اول ماتش مثلا قدام الاسماعيلي، طبعا الاسماعيلي اتقدم عليهم في النتيجه في الدقيقه 39، سموحه اتعادل في الدقيقه 71. فانت لما بتتاخر وبترجع دي شخصيه فريق. الحاجه الثانيه برضو قدام الاتحاد السكندري، والاتحاد السنه دي بيقدم موسم كويس جدا، اتقدم عليهم الاتحاد في الدقيقه 12، سموحه اتعادل في الدقيقه 64. الماتش الثالث المقصه، اتقدم عليهم في الدقيقه 49، سموحه اتعادل في الدقيقه 85. يبقى دي النقطه الثانيه اللي بتاكد ان فريق سموحه عنده شخصيه. الحاجه الثالثه ان سموحه سجل 4 اهداف مع كابتن حماده صدقي، ال4 اهداف كلهم في الشوط الثاني، فده دليل ان الفريق ده عنده مدرب كويس بيعرف يغير، وبرده بدنيا بيقفوا على رجلهم كويس جدا. أيوة. وبالتالي كمان في رقم كمان بياكد ان الفريق ده فريق يعني يحترم، ان هو اكتر فريق في الدوري محقق تعادلات ما بيخسرش. يعني هم الفوز مثلا لعبوا 17 ماتش كسبوا 5 اتعادلوا 9، اكتر فرقتين في الدوري حققوا تعادل سموحه وطنطا، 9 تعادلات. أيوة. فكل الحاجات دي بتاكد ان احنا بنواجه فريق عنده شخصيه، بيدربهم كابتن حماده صدقي، دايما بيسجلوا اهداف في الشوط الثاني، ما بيخسروش، تاني اقل فريق في الدوري هزايم، دي حاجه مهمه جدا. في نفس الوقت بيتقدموا في لما بيتاخروا في النتيجه بيعرفوا يرجعوا. فكل الحاجات دي بتاكد ان الماتش النهارده لا ماتش مش سهل، وماتش صعب جدا برضو، لان فريق سموحه فريق محترم. يمكن لو بصينا بقى على تشكيل سموحه المتوقع، عندهم في نقطه فيصليه مهمه. هو التشكيل الرسمي اعتقد نزل يا شباب لسموحه، مظبوط؟ هنقوله حالا التشكيل الرسمي. في حاجه النهارده هتفرق معاهم جدا، وهي غياب ناصر ماهر. ناصر ماهر هو واحد من اهم اللعيبه، طبعا وصلاح محسن، بس تحديدا ناصر ماهر. ليه؟ هقول لحضرتك على رقم مهم جدا لناصر ماهر، لان هو اللي بيعمل الربط ما بين الدفاع والهجوم دايما، هو اكتر لاعب. يعني ناصر ماهر اكتر لاعب لمس الكوره في اخر، استلم الكوره من زملائه في اخر ماتشين لنادي سموحه. ايوه. امام نادي مصر استلم الكوره 57 مره، وامام المقصه 56 مره. أيوة. فده بياكد ايه؟ بياكد ان ناصر ماهر اكتر لعيب بيوصلوا له الكوره، اكتر لعيب بيستلم الكوره من زملائه، هو اللي بيعمل الربط ما بين الدفاع والهجوم، وبالتالي هو النهارده ايه مش موجود. ودي حاجه يعني النهارده غياب ناصر ماهر هيفرق جدا في عمليه الربط ما بين الدفاع والهجوم لسموحه. عشان كده يمكن لو حضرتك استعرضت التشكيله بتاعت سموحه، خلينا نقول التشكيله الرسميه لنادي سموحه ايضا. الهاني سليمان في حراسة المرمى، أحمد أبو الفتوح باك شمال، ورجب نبيل ومحمد كوفي اتنين ستوبرين، وشريف رضا ناحية اليمين، محمد الطرهوني وإيدي أمومو ويوسف ديوب وديريك نسمبامبي ومحمد طلعت وحسام حسن. دي تشكيلة رسمية لنادي سموحة. تشكيل سموحة النهاردة كابتن حمادة صدقي اختار يغير طريقة اللعب. ده التشكيل التاني اللي كنت حاطه في التشكيل المتوقع، أنه هو هيلعب بثلاثة ورا. وفعلا النهارده بيلعب بثلاثي في قلب الدفاع. مين الثلاثه؟ اول حاجه طبعا الهاني سليمان، الثلاثه في ليبرو محمد كوفي، المساك اليمين رجب نبيل، المساك اللي ناحيه الشمال احمد ابو الفتوح. دول الثلاثه اللي هيبقوا ورا. ناحيه اليمين شريف رضا، وهنا في نقطه مهمه جدا ان كابتن حماده صدقي بيوظف شريف رضا كباك رايت. هو النهارده عنده شريف رضا وعنده الطرهوني اللي هو الليبي اللي هو بيلعب ناحيه الشمال، اثنين عندهم سرعات رهيبه جدا، وبالتالي هو عايز يستغل الاثنين دول، عايز يستغل المساحات اللي في ظهر الاثنين الظاهرين اللي عند النادي الاهلي، فحط لك شريف رضا. شريف رضا اصلا جناح، لعيب مهاري قوي، واحد من احسن اللعيبه في سموحه، فهو موظفه منذ تولي كابتن حماده صدقي موظفه كباك رايت. نحط عينين على شريف رضا تحديدا، لان هم عمليه بناء الهجمه لسموحه بتبقى من عند الباك اليمين. الباك ليفت الطرهوني، يبقى دول الخمسه اللي ورا، الطرهوني وشريف رضا على الاجناب، والثلاثه اللي في العمق كوفي ورجب نبيل واحمد ابو الفتوح. انا بشوف ان هو هيلعب 4 عادي، مش 5، 4-4-2 يعني. 4-4-2 انا بشوفها بصراحه، بمعنى احمد ابو الفتوح باك ليفت ورجب وكوفي وشريف رضا زي ما هي موجوده كده، والطرهوني قدام احمد ابو الفتوح وايدي امومو ويوسف ديوب اثنين في وسط الملعب، ونسمبامبي ومحمد طلعت على الاطراف، ومن القدام حسام حسن. انا بشوفها كده. انا بصراحه لا شايفها وجهه نظر ان هي 5-4-1 ماشي قدام النادي الاهلي، بيدافع شويه بيعتمد على الاطراف. الاثنين اللي في النص ايدو امومو ويوسف ديوب، الجناحين انا شايفهم ديريك نسامبي ومحمد طلعت.
رامي ديسان من ناحيه اليمين. احنا مش معترضين عليهم، ولكن انا بتكلم على ان احمد ابو الفتوح هيبقى قدامه الترهوني. احمد ابو الفتوح باك ليفت، اصل احمد ابو الفتوح عمره ما لعب ستوب، لا لعب مساك في المباراه اللي هي بتاعه مع كابتن حسام حسن اللي يعني هي قدامنا برضه. ده كان بيتم توظيفه ساعات يعني كمساك ايسر، هو عشان يستغل الحته دي، والترهوني اصلا جناح هجومي، فهو بيحطه بحاطط احمد ابو الفتوح وراه يغطي عليه، فهي الاقرب يعني 3-4-2-1 3-4-2-1 اللي هو اربعه اللي في النص مثلا احمد ابو الفتوح والاثنين اللي في النص ايدو اموم والاثنين الافارقه ايدو اموم ويوسف ديوب، وعلى اليمين شريف رضا، واللي قدام الثلاثه اللي قدام محمد طلعت ناحيه الشمال، ديريك نسان بيمين، وقدام حسام حسن. فدي انا شايف ان دي الاقرب شويه ان هي ممكن تكون 3-4-2-1 او 4-4-2 زي ما حضرتك تفضلت وقلت. طيب خلينا بقى نروح للمقارنات ما بين الاثنين لاعبين، حسام حسن مثلا ومروان محسن مهاجمي الفريقين. طبعا المهاجم هنا النهارده الرئيسي مروان محسن اللي هو الاساسي في النادي الاهلي، والمهاجم الاساسي في سموحه حسام حسن. على فكره حسام حسن بيقوم بدور دفاعي كمان مع كابتن حماده صدقي، يعني بيعمل عمليه تبادل الادوار. النهارده هنلاقي مثلا ديريك نسام بيروح لقدام وحسام حسن بيرجع يدافع، ففي عمليه دايما تبادل الادوار ما بين حسام حسن وديريك نسام بي. طبعا مروان محسن 31 سنه، حسام حسن 26 سنه. هنبص على الارقام بتاعه حسام حسن، هنلاقي رقم مميز قوي في حسام حسن ان هو لعب 16 مشاركه، ماشي، مسجل كام في ال 16؟ 6 اهداف. الست اهداف دول جابهم ازاي بقى؟ بالراء بالهيد وبالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى. كام واحده بالقدم اليسرى؟ 3 من 6، رغم ان هو اصلا لعيب ايمن بيلعب برجله اليمين. لما يسجل 3 بالقدم اليسرى و2 بالقدم اليمنى وواحده بالراس، اذا ده مهاجم متكامل، يعني مهاجم عنده كل صفات التسجيل. طبعا هو مميز جدا جوه منطقه الجزاء بضربات الراس، كمان مسجل 3 اهداف بالقدم اليسرى، دي حاجه كويسه جدا، 3 بالقدم اليسرى و2 باليمنى و1 بالهيد، وصنع اهداف 1. اما مروان محسن لعب 9 مشاركات الموسم ده مع النادي الاهلي، مسجل 3 اهداف منهم هدف بالهيد، هدف بالقدم اليمنى، هدف بالقدم اليسرى. برضه مروان عنده تنوع زي حسام حسن، بس حسام حسن الغريب في ارقامه السنه دي ان هو بيسجل بشماله اكتر براسه واكتر بيمينه. 50% من اهدافه بالقدم اليسرى، وبرضه عنده اسيست مروان محسن. دي المقارنه الاولى في بالنسبه للعيب. طيب حسين الشحات ومحمد طلعت الجناح اليمين هنا او الجناح هنا والجناح هنا. حسين الشحات عنده 27 سنه، محمد طلعت 30 سنه، طبعا لاعب النادي الاهلي السابق. لعب بالدقائق حسين الشحات 928 دقيقة، محمد طلعت لعب 925 دقيقة، الاثنين متقاربين في عدد الدقائق. لكن طبعا الإحراز الأهداف حسين الشحات متفوق برقم كبير جدا، 5 أهداف، صنع أهداف 2 حسين الشحات، يعني مساهم في صنع أهداف. وزي ما قلت لحضرتك أنا بتمنى إن حسين الشحات يسجل عشان يرجع كمان للفورمة التهديفية بتاعته. محمد طلعت ما سجلش ولا هدف الموسم ده، وصنع هدف واحد، عنده اسيست مع سموحة يعني في الموسم ده مع سموحة. طيب. والمقاولين برضه، بس هو لسه جاي مع النادي في يناير. طيب خلينا نروح للشناوي وخلينا وهاني سليمان. ماشي، حراسه المرمى هنا وحراسه المرمى هنا، محمد الشناوي 31 سنه، الهاني سليمان 35 سنه. عدد المشاركات لمحمد الشناوي 15، الهاني سليمان 17. لعب بالدقائق 1350 لمحمد الشناوي، الهاني سليمان 1506. يا رب ما ضاع وقت النهارده الهاني سليمان. استقبل اهداف 17 هدف في 17 مشاركه، يعني كل ماتش للهاني سليمان بمعدل هدف في كل مباراه. حافظ على نظافه شباكه 5 مباريات من 17. اما محمد الشناوي طبعا صاحب الرقم المميز، محمد الشناوي عدد المشاركات 15، لان الماتش ال 16 ده يعني ما يعتبر مش مشاركه، فهو لعب 15 مشاركه قبل مباراه الزمالك. استقبل اهداف 3 وحافظ على نظافه شباكه 12 مشاركه، 12 كلين شيت، 12 مباراه من 15، رقم مميز جدا لمحمد الشناوي طبعا. اهم ارقام هاني سليمان مش محطوطه، اللي هي اضاعه الوقت. اضاعه الوقت بتضيع وقت قد ايه؟ المشكله ان كمان بقى الفار بياخد وقت، فممكن الماتش النهارده يطول فتره. ماشي، مقارنه ما بين عمرو السوليه ايضا واحمد او ايدي امومو، او خلينا نشوف المقارنه ما بين او نتكلم عن عمرو السوليه. عمرو السوليه 29 سنه، لعب 14 مشاركه. عمرو السوليه عادل ارقامه بتاعت السنه اللي فاتت بالموسم الكامل، مسجل هدفين والهدفين من خارج المنطقه، تسديدات من بره المنطقه، وعنده 4 اسيست، يعني مساهم في 6 اهداف عمرو السوليه الموسم ده. لو سجل او صنع هيبقى كسر ارقامه اللي حصلت السنه اللي فاتت. طيب اليو ديانج ويوسف ديوب 2 قلوب الخط الوسط. اليو ديانج من مالي، يوسف ديوب من غينيا، جنسيته غينيا. السن اليو ديانج اصغر 22 سنه، يوسف ديوب 25 سنه. المشاركات اليو ديانج 6 مشاركات مع النادي الاهلي، عنده 2 اسيست وهدف.
اما يوسف ديوب لعب 17 مشاركه، هو دفاعي اكتر يعني من هجومي، ما سجلش وما صنعش. يعني النهارده الاثنين الارتكاز هنلاقي رقم 6 يوسف ديوب بيرحل ناحيه اليمين دوره دفاعي، ويدو مومو بيرحل ناحيه الشمال وهدوره هجومي. طيب دي كانت اخر مقارنه ما بين او ما بين اللاعبين علشان بس نضع حضراتكم في الصوره. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. ان شاء الله انت عندك رقم تاني عايز تقوله او حاجه؟ لا لا. طيب اذا نتقابل بعد نهايه هذه المباراه ان شاء الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله. انا بشكرك.